صباح الخير يا هشام، وصباح الخير على كل مشاهدي صباحك مصري وكل مشاهدي ام بي سي مصر. احنا النهارده بالفعل بتنطلق فعاليات اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة بالدورة الداعمة والدورة. النهارده بتنعقد يا هشام بالفعل فعاليات المؤتمر، فعاليات الاجتماع وزراء التنميه المحليه الافارقه، واللي بيكون وشهد فعاليات افتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي معالي دوله رئيس مجلس الوزراء، واللي بيكون بحضور العديد من الوزراء والمحافظين، وده طبعا برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني يا هشام في البدايه كده، المؤتمر والاجتماع بدا منذ يوم 29/8 أي على مدار 3 أيام، وكان بحضور العديد من الوزراء والمحافظين وممثلي عن 55 دولة إفريقية، واللي بيكون بحضور كمان برنامج الأمم المتحدة للتنمية للمستوطنات البشرية الـ UN Habitat وبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمية، ده غير أعضاء مجلس الشعب والنواب عن الجلسة وعن لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية. طبعا لكي نستعرض أهم أهداف الاجتماع واللي كان بدأ من يوم 29، ونعرف تفاصيل أكتر ونوضح للسادة المشاهدين أهم الأهداف وما القضايا التي طرحت على طاولة النقاش، هيكون معنا دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومساعد الوزير التنمية المحلية. في البداية بنرحب بحضرتك يا فندم على شاشة ام بي سي مصر. اهلا وسهلا استاذ اسراء بحضرتك واستاذ هشام واهلنا في كل محافظات مصر كلها، وصباح مصري افريقي جميل. يعني 55 دوله افريقيه معانا في على ارض القاهره على مدار امس واول امس، واليوم شرف افتتاح المؤتمر دوله رئيس مجلس الوزراء ومع الوزير اللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه والساده وزراء التنميه المحليه الافارقه. من الاهميه بمكان الدوره الرابعه لانعقاد وزراء التنمية المحلية الأفارقة النهاردة تمهيدا لتوحيد الرؤى الأفريقية قبل الذهاب لكوب 27 في شرم الشيخ إن شاء الله في نوفمبر القادم. المؤتمر على مدار هذه الأيام بيناقش 3 محاور رئيسة. المحور الأولاني المتعلق بالخدمة العامة وتحقيق التنمية المحلية، وكذلك الأمر فكر التنمية الحضرية وتعميقها، بالإضافة إلى قضية الحوكمة. هذا الشق. الشق الثاني المهم جدا اللي هو المتعلق بتعظيم سلاسل القيمة وتحقيق الأمن الغذائي، وخاصة دي بتشغل الساحة العالمية هذه الأيام، ليس فقط شأن إفريقي ولكن يعتبر شأن عالمي. المحور الثالث المهم جدا وهو نقل التجربة الرئاسية المصرية لمبادرة حياة كريمة لكافة شعوب الدول الأفريقية، وإطلاع السادة وزراء التنمية المحلية عليها وعلى العديد من المشروعات وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وفتح مجالات لعمل الشركات والمؤسسات المصرية اللي بتساهم في بناء حياة كريمة على أرض 22 محافظة مصرية، 4584 قرية مصرية بمحاورها المتكاملة الأبعاد، سواء بنتكلم على البنية التحتية من صرف صحي، من بنية تحتية أخرى، من مدارس، من وغيرها، من مراكز صحية إلى غير ذلك، بالإضافة طبعا إلى الشق المهم جدا المتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى طبعا الجزء الاجتماعي الهام جدا واللي إحنا كلنا حريصين على تحقيقه من مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر. كل دي من الموضوعات المهمة جدا، فيما كمان انعكاس كل هذا الأمر على التغيرات المناخية وتبني مبادرات زي إدارة المخلفات وكذلك الأمر المدن المستدامة. دي لعرض الرؤى وتوحيد الرؤى الأفريقية، وخاصة إحنا بيحضرنا 55 دولة أفريقية على أرض القاهرة هذه الأيام، ممثلة في وزراء التنمية المحلية فيها، كذلك المحور هام جدا للأمن والسلم ممثل، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمة الحكومات والمحلية الأفريقية ممثلة. كل ده علشان روح كوب 27 برؤى أفريقية موحدة نعرضها على دول العالم، وخاصة أن مصر ممثلة للدول الأفريقية في إقامة هذا الحدث الهام. بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المعلومات ونورتنا على شاشة ام بي سي مصر. شكرا.
يعني هشام، وفي الختام خلينا نأكد على السادة المشاهدين أن استضافة مصر لمثل هذا الاجتماع بيؤكد على دور مصر الرائد والتاريخي والاستراتيجي في القارة الإفريقية، وحرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوحيد الرؤى الإفريقية في العديد من القضايا المحلية والإقليمية والعالمية. أنا بشكرك جدا يا إسراء، شكرا جزيلا. طبعا تحياتنا ليكي والدكتور خالد على هذه المتابعة المتميزة، بشكرك شكرا جزيلا. زميلتنا إسراء يعقوب من مقر انعقاد المؤتمر، بشكرك شكرا جزيلا.